شو حلمك تصير بس تكبر؟ شو الأحلام يلي حققتها؟ بتحب الماما أكتر ولا البابا؟ شو الأحلام يلي بدك تحققها بالمستقبل؟ ليش أحلام؟ ليش ما اسمها نوال الكويتي مثلا؟ مو المفروض كلمة حلم مرتبطة بالشغلات اللي كتير صعب نحققها؟ طيب وإذا ما كان صعب نحققها فليش اسمها أحلام؟ انتو عم تفهموا علي يا جماعة؟ تعالوا أخبركم باختصار شو تفسير ظاهرة الأحلام وليش نحن بنحلم؟ بحيث بكرة بس في ما تقدر تتصل بحدا وتسأله عن تفسيرات أحلام وهرطقات ما لقستين لازمي. وطبعا هذا الشرح ما بيشمل أبدا الأحلام اللي بتخجل تقولها للطيرة. رح نحكي عن أكثر نظرية علمية متفق عليها وعليها أدلة عن تفسير الأحلام. ببساطة أنت كإنسان واعي وحزين عندك ذاكرتين، ذاكرة طويلة الأمد اللي بتخزن عليها الشغلات المهمة مثل الأسماء والأشكال والإشارات، والذاكرة المؤقتة اللي بتخزن عليها المعلومات اللحظية. مثلا إذا كنت عم تقطع الشارع رح تشوف الإشارات والناس والسيارات الرايحة والجاي، وبوقتها رح تكون عم تستخدم الذاكرة المؤقتة لحتى تقطع الشارع بسلام وأمان. بس ثاني يوم طبعا ما رح تتذكر هاي التفاصيل المهمة لأنه خلص ما عدا مهمة لدماغك. طب كيف دماغك بفلتر المعلومات المهمة وغير المهمة لحتى يحتفظ بس بالمعلومات المهمة؟ ببساطة دماغك بس تكون نايم بصير يراجع المعلومات اللي أرشفتها ويشوف شو في شيء منها مهم لحتى يحتفظ فيه وشو في شيء منها ما مهم لحتى يكبه. يعني إذا كنت متفق أنت ورفيقك ورفيقتك على موعد وتاني يوم نسيت الموعد، يعني لا أنت ولا الموعد مهمين بالنسبة لها. هلأ أنا ما قصدي إرمي بلا لا سمح الله، بس شكله لا هي ولا دماغها شايلينك من أرضك. طيب يعني شو خص الأحلام بكل هالحكي؟ خلال النوم الدماغ أثناء القيام بكل هالعمليات من فلترة وحفظ بصير يربط بهالعمليات كلها بين شغلات صارت معك حديثا وشغلات صارت معك من زمان، وبيحاول يعمل ربط منطقي لكل هالأحداث لحتى يعمل قصة منطقية، فبيحاول يختلق لك قصة لحتى يفهم فيها شو عم يصير. وهي القصة اللي بتلاقي حالك فيها بالحلم، مثل لما تلاقي حالك قاعد مع جون سينا عم تعلمه يشتغل صوف وناطر رفيقك يجيب لك شاورما من عند المتنبي. مش هيك أوقات الحلم بيكون متعلق بشغلات أنت فكر فيها مؤخراً وموجودة أصلاً بالذاكرة المؤقتة تبعك، ودائماً بالحلم تبعك رح تشوف شيء مارق معك أو بتعرفه من قبل. يعني مستحيل تشوف شيء جديد ما بتعرف شيء عنه سابقاً، بس أوقات بتفكر حالك حلمت بشيء جديد عليك لأنه وعيك ما رح يستوعب هاي المعلومات والعناصر اللي خلت معك، وأصلاً رح يكون في كتير شغلات نسيانة، والشيء اللي بتفكر إنه جديد كان موجود أصلاً بذاكرتك المؤقتة ودماغك قرر يكبه. والحلم بهالحالة ممكن يكون حلو أو بشع حسب حالتك النفسية، إذا كنت مبسوط، زعلان، مرضان، متضايق أو متقل بالأكل وضارب برغل أو نايم جوعان أو مريض أو مبسوط. يعني عناصر ومكونات الحلم هي كلها بذاكرتك المؤقتة أو الدائم، بينما القصة والأحداث هي من كتابة وإخراج وسيناريو دماغك الجميل. مشان هيك بس تفيق بتضل 3 ساعات صافن وشكلك هيك. يعني كل عناصر الحلم إجباري لازم تكون موجودة بدماغك من قبل، لهيك ما رح تكون متذكر كل شيء ورح تصير تسأل حالك أنا ليش كنت عم بحلم هيك وشو جاب هذا الشخص على حلمي وشو خص هالشغلة بالقصة اللي حلمت فيها؟ ليش أبو منير صاحب محل البالي طالع بقميص زهري على البرندة وعم يقلي مبروك يا عريس؟ هذا كله بسبب نشاط دماغي اللي بصير أثناء النوم يلي حكيت لك عنه ببساطة واختصار حسب علم الأعصاب. يعني تفسيرات خالتك وعمتك والشيخ وكباريت الضيعة وأبو منير البالي وجون سينا وكتب تفسير الأحلام يلي بتشوفها بالمكتبات والتفسيرات اللي بيحكوها جماعة التوقعات كلها كبة لأنه ما إلها لا صحة ولا لازمة ولا أي منطق علمي. ومع تمنياتي لكم بأحلام سعيدة، كان معكم ميلاد عيسى جدل ضروري.